السلام عليكم. بداية تحية إلى كل مشاهدي قناة تونس العقارية. في حلقتنا اليوم واللي هي الحلقة العاشرة من برنامج البراعة اليدوية باش نشوفوا كومون ديبوشي ان سيفون، يعني تنظيف بلوعة قنوات المياه وحمايتها من الانسداد. اليوم باش نشوفوا حاجة بسيطة وفي مقدور كل ربة بيت القيام بها، وباش نراو كيفاش هي في غاية السهولة، وأيضا ولأول مرة باش نكونوا في غنى عن استعمال أدوات أو أي آلة، سواء كانت مطرقة أو بانس أو شينيول أو أي شيء آخر. فقط البراعة اليدوية هي العنصر الأساسي في هالحلقة. يلا نشوفوا مع بعضنا. انسداد اللافابو متاعنا سواء في الكوزين ولا في السال دو بان يتسببنا في مشكلة. لذا أول ما نبدأ به هو استعمال الطريقة الكلاسيكية التقليدية متاعنا واللي هي الفانتوز. وقبل ذلك تروبلان، يعني الثقب اللي تشوفوا فيه في الصورة، لابد باش يتسكر جيدا بقطعة من القماش. الضغط المتواصل للفانتوز إذا ما عطاش نتيجة باهية نتعداو للحاجة أخرى. باش ترجع السيفون لوظيفتها العادية بالإمكان استعمال برودوي واللي هو يتسمى ديبوشور، يساعد في نظافة القنوات من الداخل. وفي صورة استعملناها المادة الاختيرة، فالأفضل من أجل الوقاية استعمال قفاز لسلامتكم. إذا ما نجحناش كما ريتوا في المرحلة الأولى من خلال استعمالنا الطريقة التقليدية واللي هي الفانتوز، وأيضا وإذا ما نجحناش من خلال استعمالنا لمادة الديبوشور، ما بقالنا كان الطريقة الأخيرة وما آخر الطب إلا الكي. أول شيء نحط سطل في أسفل اللافابو باش نحافظوا على نظافة المكان والماء ما ينزل كان في السطل. نحلوا لراكوردومون، ندوروا الفلتاج كيما تراو في الصورة. العملية هذه سواء كانت في السال دو بان ولا في الكويزين لابد باش نمسحوا وننظفوا جيدا كل قطعة نفتحوها، وذلك باستعمال قطعة من القماش أو بابي سيرفييت لإزالة كل الأوساخ العالقة. أيضا بروس أدون قديمة بالإمكان استعمالها في التنظيف. بعد ما نظفنا جيدا أي جوان يتنحى يلزم يرجع لمكانه بكل إتقان حتى ما يتسببش في أي فويت. وفي النهاية بعد ما رجعنا كل قطعة في مكانها، صبان الماء بغزارة في اللافابو، والأحسن أنه يكون بقليل من الجفال، وهكا رجعت المياه إلى مجاريها بكل إنسيابية وبطريقة عادية، واللافابو رجع لوظيفته أيضا العادية. نسبة الانسداد هي أكثر في الكويزين منها في السال دو بان، ويبدو أن تقاليدنا في الطبخ والمطبخ اللي نعتز بها لها دور في ذلك. ومن أجل تلافي مشكلة الانسداد الحاصلة، ما ننساوش أنه الأحسن والأفضل أنه من حين إلى آخر نتفقده ونقوم بتنظيفه قبل ما يقع الانسداد، خاصة وأنه الطريقة في غاية السهولة كما شاهدنا، والوقاية خير من العلاج. كنت معاكم اليوم في برنامجكم البراعة اليدوية اللي من أهم أهدافها تبسيط الأشياء وإظهارها بطريقة سهلة ومبسطة وغير معقدة، حتى الإفادة تكون أكثر وعلى قدر أوسع. في ختام حلقتنا اليوم ما بقالنا كان باش نقول لكم اللي تواصلكم معنا من خلال أرقامنا وعناويننا على الشاشة يهمنا برشا ويشجعنا. لنا لقاء آخر إن شاء الله، مع تحيات فريق البراعة اليدوية وتحية أكبر من كل العاملين بقناة تونس العقارية. هذا نبيل دويك يحييكم، ولكم مني ألف تحية، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.